حالة من القلق وربما بتوصل لليأس ممكن تعيشها السيدة بعد الزواج، وخصوصا لما تكتشف انه في عندها تشوهات بالرحم، وهي التشوهات ممكن تأثر سلبا على موضوع الحمل او القدرة على الانجاب. أكيد عفافرة رح نتعرف أكثر على هذا الموضوع، وخصوصا لما بدنا نسأل إنه شو هي الأسباب الكامنة وراء تشوهات الرحم، وهل هي أسباب خلقية أو غيرها، وشو ممكن يكون العلاج، وهل فعلا تفقد المرأة القدرة على الإنجاب. كتير أسئلة يمكن بتخطر على بال كل سيدة، رح نعرف طبعا أجوبتها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور بسام لفلوف، اختصاصي بالتوليد والجراحة النسائية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه قبل ما نفوت باقي التفاصيل نعرف اليوم لما بدنا نقول تشوه رحم شو نقصد فيه بالضبط وكيف بيكون. تمام. لا، التشوهات الرحميه هي دائما اصابه خلقيه. يعني ما بيصير تشوه بالرحم يحدث بعد الولاده، هي قضيه تكتسب او توجد مع الانثى من اول ما بتخلق. هلا في انواع لتشوهات الرحم. في تشوهات قابله للاصلاح، في تشوهات الحقيقه غير قابله للاصلاح. تبدا التشوهات من غياب الرحم تماما، يعني بتخلق البنت عندها جهاز تناسلي كامل، عندها مبيضين، لكن الرحم بيكون شريطي، يعني عباره عن غشاء، لا في جوف ولا في عنق رحم ولا في شيء. وقد تتوافق حتى مع وجود مهبل أعور، يعني لا يوجد مهبل كامل يصل إلى عنق الرحم. طبعا هي حالة البنت فيها ما بس عندها طمص وما بس، يعني ما في حمل أصلا، يعني عندها بيوض، عندها مبايض بيشتغلوا. هلا هون في إجراءات وتدابير بينعمل لها. طبعا الأصعب منا هو يكون حتى المبيضين ما فعالين. هذا التشوه الأكبر يلي ممكن تشوفه البنت بحياتها، وهذا يعني عادة صعب الإصلاح. هلا نيجي لتشوهات الرحم بحد ذاته، في كتير أشكال، يعني إذا بنعددها بنقول رحم مثلا وحيد القرن. هلا نحن لنطلع نظرة للحياة الجنينية، هو الرحم عبارة عن جهاز، جهتين يلتقوا ببعض، جهة يمنى وجهة يسرى، بشكله رحم شكله نون مثل الجاصة، مع عنق رحم يصل بالمهبل للفرج. هذا الوضع الطبيعي، بكل زاوية من الرحم يوجد قناة اللي هي قناة فالو والمبيض. هذا الاتصال ممكن ما يحدث بالحياة الجنينية، فمنلاقي رحمين منفصلين تماما مع عنقين رحم، وأحيانا مع حجاب مهبلي، فبيكون عندها مهبلين عنقين وكل رحم وحيد القرن مع جهاز لحام. هلا هذا الأشد، الأقل شدة منه ممكن يكون جهة فيها رحم وحيد القرن معبوق، وجهة الرحم مثل ما قلت غايب تماما، صغير وغير فعال، غير وظيفي. لسه اللي بعدها انهم بيتصلوا مع بعض، بس بيكون في حجاب بنص الرحم، بيقصم الرحم، بنسميه رحم ثنائي القرن. هذا الحجاب قد يكون كامل يصل الى كامل جسم الرحم، وقد يكون صغير، وقد يكون صغير جدا. هذا الشكل اللي بنسميه رحم ذو قرنين، هذا الشكل قابل للإصلاح وقابل، يعني السيدة هون فيها تنجب. هلا ممكن تعاني ببداية حياتها الإنجابية من إسقاطات متكررة حتى يكبر الرحم، ممكن تسقط مرة مثلا بالشهر الثالث، اللي بعدها بالشهر الخامس، اللي بعدها بالشهر السابع، بعدين بتوصل لجنين ناضج وبيعيش. هاي الأشكال ما بنعملها، يلي عم تحبل وتسقط بشكل، يعني كل مرة عم يهيشر الجنين أكثر بالرحم، هاي ما بنعملها شيء، هاي بنتركها للمراقبة وبنخليها تحبل أكثر. في أشكال لا، مضطرين نعمل عملية إصلاح لهذا التشوه، بنسميها عملية ستراسمان، يلي هي منشيل هذا الحجاب.
من 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 الرحم. هي اشيع اشكال التشوهات الموجوده عند الرحم على الرحم، ومثل ما قلتي خلقيه حكما، يعني ما فينا نقول وراثيه، في فرق بين خلقيه وبين وراثيه. خلقيه هي تنشا مع هذا الجنين، يعني هذا الجنين اثناء تشكل الجهاز التناسلي حدث خلل ادى الى حدوث هذا. طيب دكتور، هل في اسباب معروفه لحدوث هاي التشوهات؟ ام هل يعني في طرق معينه ممكن صارت تنعمل تحاليل، طرق معينه للوقايه او شيء؟ هلا اكيد ما في اسباب، يعني نحن قادرين نعرفها ونعالجها. يعني الاسباب جينيه، هي الاسباب دائما، يعني مو شيء عملته السيده الحامل ادى لحدوث هذا التشوه بالجنين يلي ببطنها. كثير مهم نعرف هالمعلومة هي، لأنه وقت نصادف هيك تشوه بيجي بينقال للأم أنت بالحمل مثلا أكلتي كذا أو شربتي الدواء الفلاني أو عملتي الإجراء الفلاني، هذا أدى إلى هذا الشيء. طبعا هذا حرام، نحملها لهذه الأم ذنب، أكيد هذا الكلام ما هو صح. هي القضية مثل قلت لك خلقية بالمطلق، تتعلق بالجينات وبالعوامل الوراثية التي تؤدي إلى هذا التشوه. أما نجي نقول أنه لا في اسباب بدنا نعرفها ونتفاداها، هذا نادر جدا. طيب دكتور، اليوم لما بيكون عند السيده تشوه بالرحم او اي اخطاء بتكوينة الرحم موجوده عندها، شو هي الاعراض او المؤشرات يلي اول شيء بتشعر فيها الحاله؟ هلا دائما البنات بمرحله ما قبل الزواج هذا الموضوع ما بيكون معروف عندهم، يعني ممكن يكون عندها اضطرابات بالطمس، ممكن يكون طمس طويل الأمد، يعني أعراض ممكن ما تنعرف أو ينشك إنه هناك تشوه. نفكر أو حتى نحن التشخيص مو سهل، يعني أحيانا الإيكو ما بيخدمنا 100% بالتشخيص، بيخدم أحيانا. الطبقي المحوري المرنان تخدم أكثر، لكن اللي بيخدم أكثر هي تكون متزوجة ونعمل صورة للرحم بحد ذاته. ما فينا نقول يعني انه والله نحن نتفادى هالمشكله، تنكشف بعد الزواج وبتصير هي بدها تطلب الانجاب، طبعا بالحالات الخفيفه. اما بالحالات يلي الانثى ما عندها رحم نهائيا او ما عندها مبيضين او في تشوه بيمسكهم كلهم، مثل مثلا في تشوه بيسموه روكاتينسكي هاوزر مثلا، يلي ما انه موجود جهاز كله شريطي، او مهبل اعور مهبل غير كامل، هي وبنت ما بتجي دوره. فهي بيسالوا الاهل ليش ما اجت دوره، بيصير استقصاءات وقتها بنكشف هذا التشوه. اما التشوهات الاخرى يلي البنت عندها طمس عاده بتنكشف بعد الزواج وقت نخطط للانجاب. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي اليوم عن الخطط العلاجية. حضرتك قلت بعض الحالات ممكن يتم علاجها، خلينا نحكي عن الخطة العلاجية. هلا نحن أول شيء نعتمد من ذلك وسائل تشخيصية، مثلا تنظير البطن قد يكون وسيلة تشخيصية، طبقي المحوري، جهاز الإيكو، الفحص المباشر. وقت نعرف نحن الإصابة شو هي، هون بقى بنصير نفكر مثل ما قلت أنا سابقا بالعلاج. العلاج حكما جراحي، يعني إذا القضية تصل إلى أنه هاي المرأة بتحبل وبيصير إسقاط، المشكلة الأكبر عند هاي المرأة أنه بيصير إسقاطات متكررة. هون بقى نحن مثل ما قلت قدامنا خيارين، إذا هاي الإسقاطات كل مرة عم تقدر تحافظ على الحمل فترة أطول منتركها، سقط مرة ومرتين وخمسة، لأنه يعني بالأخير ستصل لمرحلة تكمل حمل وبتجيب أكثر من ولد. أما وقت ما عم تقدر، يعني الحمل ما عم يتطور أكثر بمرحلة كتير بسيطة أو ما عم يصير أصلاً، هون بنلجأ للعمل الجراحي. هلأ ممكن تطور الطب أنه نعمل هيك أعمال جراحية عن طريق تنظير باطن الرحم أو عن طريق تنظير البطن، يعني بدون ما نعمل عمل جراحي، وأحياناً نضطر أنه نعمل عمل جراحي كامل. دكتور، اليوم إذا في تشوهات بالرحم أمتى ممكن يكون واصل لدرجة جدا خطيرة، أو ممكن يكون لسه ما واصل لدرجة خطيرة، مجرد تشوه ممكن يأثر على الحمل وقدرة المرأة على الإنجاب؟ هلا هون بدي أقول لك شغلة، ما في شيء يتطور بتشوه الرحم. يعني ما في شيء اسمه إنه نحن لو شخصنا هي الحالة قبل كان وضعنا أحسن، لا هي حالة ثابتة. تمام.
هلا تؤثر القدرة الإنجابية، حكيت لك طبعا تؤثر على القدرة الإنجابية بالحالات الشديدة، بالحالات اللي رحم ذو قرنين بسيط، حجاب بسيط، حجاب مهبلي، هدول لا بيمشي حالهم. أما بالحالات الشديدة طبعا تؤثر وممكن تفقد القدرة على الإنجاب بعض الحالات. طيب دكتور، اليوم يعني دائما الناس بيكون عنده أمل مع التطور اللي عم نشوفه، بإن كان بآليات العلاج أو حتى بالطرق الجراحية اللي صارت متطورة. بعض الناس بتلجأ، كانت مثل ما بنعرف حاليا صار كتير عم يلجأوا لمجرد أي مشكلة عم تصير معه لطفل الأنبوب، خلينا ناخد هذا الطريق السليم المضمون المأمون، نتائجه معروفة ومدروسة. هل ممكن تخضع سيدة إذا كان عندها تشوه من التشوهات مثل ما أنت قلت القابلة للحمل لطفل الأنبوب، ممكن تخفف خليني أقول فشل عملية الحمل؟ هلأ هون سؤال حلو أنا بدي جاوب عليه بشكل عام بقى. العالم بيعتقدوا أنه طفل الأنبوب هو الحل المثالي لكل المشاكل، أنه خلص حل كل المشاكل. هذا خطأ شائع. طفل الأنبوب له استطرابات، يعني له أسباب. يعني مثلا بتجي مريضة عندها احتياطي مبيض منخفض جدا، هي أصلا الإباضة عندها بأواخرها أو راح تبلش بسن ضهي، فبتجي بتقول لا أنا بعمل طفل أنبوب، هي ما بفيد طفل أنبوب. طفل أنبوب بفوت بفيد صبية أكثر، بقدر أنا حرضها وطلع منها بيوض أكثر. يعني مو طفل الأنبوب هو الحل النهائي، طفل الأنبوب وحدة من مراحل العلاج اللي بتخدم لأسباب معينة. بالتشوهات الرحمية طفل الأنبوب ما نو حل، يعني أبدا ما نو حل، لأنه هي عم تحبل بدون طفل الأنبوب، ما بيساعد طفل الأنبوب على حل المشكلة. هلأ في أفكار بالعالم أن نحن معنا مطروقة، أنه المرأة اللي عندها مبايض جيدة وعم تنتج وعندها رحم أبدا ما بيساعدها بالحمل، فعم يعملوا شيء اسمه رحم مستعار مثلا، يعني عم ياخذوا منا بيوض من زوجها نطاف، عم يعملوا اجنه بطريقه طفل الانبوب هون، وعم يعتمدوا على رحم اخر مؤجر. طبعا عندنا هي القضايا غير موجوده، ما يعني غير مسموح التعامل فيها، لكن عم نحكي نحن الحلول العلميه الموجوده بالعالم هون بيخدم طفل الانبوب. اما لحالته نفسها لانه هي عندها مثلا غياب رحم، رحم صغير، رحم طفلي والى ما هنالك، نقول هي بيفيدها طفل الانبوب؟ لا ما بيفيدها. دكتور ما بدنا نكون هيك شوي كتير سلبيين ونقطع الامل لانه هي الحاله سيئه تماما. هيك شويه نصائح من حضرتك باخر دقيقتين من وقتنا، كمان انه ما بحيث ما نقطع الامل نحن انه دائما في ممكن يكون حل لهي المشكله. يعني هلا دائما بالحياه او بالطب او بجسم الانسان في مفاجآت. تمام، يعني ما دائما نحن بالطب مثل الرياضيات 2 زائد 2 يساوي 4، ممكن يطلع 2 زائد 2 15. تمام، يعني انا دائما بقول بالطب احنا عندنا نسب، لكن بالاخير مثل ما بنقول بمجتمعنا في الله، يعني ياما وياما نحن انصدمنا بحالات انه كنا نحن كاطباء معتبرين انه هوبليس كيسز، يصير شيء يخالف يلي بنعرفه. هي الحاله بحد ذاتها يعني اني اعطي تفاؤل فيها يعني صعب، لانه التشوهات الكبيره موجوده وما في حل. تمام، لكن اكيد العلم عم يتطور واكيد في حلول. يعني هلا مثلا تخيلي في ارحام هي مو رحم امراه، رحم صناعي عم ينعمل بالعالم يحل مشكله هيك عالم. العلم ما بنعرف لوين بيوصل. اكيد المستقبل والتطور العلمي ممكن يعطي حلول لمشاكل نحن هلا بنشوفها معقده وصعبه كثير. اكيد نتمنى الكل طبعا يصير عنده اولاد. أكيد. دكتور بسام دائما بتعطينا المعلومات الدقيقة والصحيحة، شكرا كثير لوجودك معنا ويسعد صباحك. كلكم ذوق ويسعد صباحكم، شكرا لكم. نتمنى أكيد السلامة للجميع، والله يطعم كل حدا محروم من الأطفال الذرية الصالحة. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. أهلا وسهلا.